الازعر. يسقط يسقط حكم الازعر. نحن الشعب الخط الاحمر. نحن الشعب الخط الاحمر. نحن قلنا حق نكون بوين ما كان ببيروت. مين منظموا التحرك؟ نحن نسوان. نحن نسوين ما عاملينه. بدي اقول لك شغلي، نحن اولادنا كانوا صاروا برات البلد. نحن اولادنا ما حدا بقي من هالبلد. فجروا لبنان وهشلوا كل هالولاد. طب واذا وصلتي قدام القصر شو بدك تقولي غير اللي عم تقولي هلا؟ بدي احكي، بدي يسمعني اكثر، بدي علي صوتي، رح ضلني علي صوتي لاوصل. جربتوا تاخذوا موعد من الرئيس بري تقولوا له يون بالوجه؟ نحن اساسا ما بنبقوا فيهم كلهم. للأسف عنا بلبنان رئيس المجلس عامل اقتناع على التحقيق بأكبر جريمة كتبت بحق الشعب وثالث أكبر انفجار بالعالم، ليحمي نواب ووزراء النفرات ويمنع محاسبتهم ويبيعوا تمشانه ليمدوا ايدهم على أهالي الضحايا بدل ما يمدوا ايدهم لأهالي الضحايا. للأسف عنا رئيس مجلس يعتمد تشويه مواد الدستور ينتهي بمبدأ حسن السلطات علنا. يسقط يسقط حكم الأزهر. يسقط يسقط حكم الأزهر. نحن الشعب الخط الأحمر. نحن الشعب الخط الأحمر. مش من حق تمنعنا عين الدين ملك الشعب. 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 مش من حق تمنعنا عين الدين لكل الناس. طيب بس انتو رمزيا انتو بعين تيني يعني. لا ما بدنا نعمل ده. شو عم تعملوا اليوم هون؟ نحن جايين من فريق متحدون، جايين نطمن مع الاهالي، عرفنا انه في مسيره اليوم وحبينا نجي نطمن تنضم صوتنا لصوتهم. مسيره شو هاد لشو هادفه؟ هادفه لكذا شغله لعده اسباب. بس اذا بتشيل الماسك لا يعني. من بينات اول شيء انه تتسقط الحصانات، انت مثل ما انك عارف انه نحن بملف التحقيق العدلي اللي نحن كمان طرف فيه في كتير امور واقفه وعم بتعرق للتحقيق، من بيناتهم هي موضوع الحصانات. فنحن بالنسبه لنا كفريق متحدون من هيدا اول سبب واهم سبب نحن جايين. ميرسي.